السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم جميعا. اليوم درس عن إنشاء صورة مصغرة في الباوربوينت. إذا الكثير من اليوتيوبر يريدون أن يقوموا بصناعة صورة مصغرة ويجدون صعوبة في ذلك. الأمر سهل جدا باستعمال فقط الباوربوينت كما سوف تشاهدون معي. إذا إن كنت تريد أن تتعلم الطريقة ما عليك إلا أن تتابع الفيديو حتى النهاية. إذا سوف أقوم بمثال كيف تقوم بإنشاء تيشيرت على ميرتش باي أمازون وتريد أن تقوم بصورة مصغرة مثل هذه. إذا أول خطوة سوف أتجه إلى جوجل وأقوم بالبحث عن ميرتش باي أمازون PNG التي سوف أستعمله. إذا كما تلاحظون بحثت ولكن لم تكن عندي صورة PNG، الصورة عندها خلفية، إذا كما تشاهدون عندها خلفية بيضاء وأنا أريد فقط PNG. إذا أقوم بالدخول فقط على الباوربوينت والذهاب إلى Remove Background ثم أختار الأجزاء التي أريدها وأريدها أن تبقى ثم أقوم بالتحديد عليها. إذا بطريقة سهلة حتى أحدد الجزء الذي أريده فقط. إذن هنا بعد الانتهاء سوف أحصل على هذه النتيجة. بعد ذلك الآن أريد أن أقوم بالبحث عن ستيكر. هناك طريقة سهلة جدا، إما أن أبحث في جوجل مثل كما فعلت بالنسبة لميرتش باي أمازون، أو سوف أدخل فقط على الباوربوينت هنا في أنسر ثم أتجه إلى أنسر إيكون وأدخل إلى هنا ثم أختار الشخصية التي أريدها حسب نوع الصورة المصغرة. هذه الصور ليست عليها حقوق طبع، ثم أختار هذه الصورة مثلا. يمكنني أن أقوم بتصغير وتكبير الصورة كما أريد، والآن سوف أقوم باختيار طريقة إنشاء الصورة أو الشكل الذي أريده. إذا أريد أن أضيف أيضا تيشيرت إلى الصورة المصغرة. أذهب إلى جوجل وأبحث عن أي تيشيرت موجود هنا، أو التيشيرت الذي قمت بصنعه وأريد أن أقوم بإنشاء صورة مصغرة إليه. بنفس الطريقة سوف أزيل الباك جراوند الخلفية باستعمال الباوربوينت بطريقة سهلة. أختار وأحدد الأجزاء التي أريدها وأقوم بالحفاظ عليها ثم أضغط على أوكي.
إذن الآن عندي الثلاث عناصر التي سوف أستعمل في الصورة المصغرة. إذن يمكنني أيضا التعديل على الصورة أو البي إن جي، سوف أضغط عليها مرتين ثم أذهب إلى كروب إيمج وأقوم باختيار الجزء الذي سوف أقوم بالحفاظ عليه، ثم أضغط فأحصل على هذه النتيجة. إذا الأمر سهل جدا ولا يحتاج أي خبرة أو أي شيء. إذا بعد ذلك سوف أختار الأشكال الثلاثة وأذهب إلى هوم ثم ديزاين ايديا. هنا سوف يعطيني الكثير من الاختيارات التي يمكن أن أقوم باستعمالها. طبعا هي لا تكون مناسبة لأنها فقط تكون عشوائية. إذا وأنا أقوم باختيار التوليفة التي تناسبني، يعني مرة سوف أقوم بحذف صورة السيدة، ثم مرة سوف أحذف التيشيرت وأترك الكتابة، ثم أحذف الكتابة وأترك السيدة حتى أجد التوليفة التي هي مناسبة، ثم أضيف الإضافات في النهاية. إذا كما تلاحظون أنا أبحث ولا أجد نتيجة جيدة للثلاث معا. إذا الآن سوف أقوم بحذف أحد هذه الأجزاء، سوف أقوم بحذف أولا الكتابة ثم أبحث مجددا وهكذا إلى أن أجد الصورة التي تناسبني. إذا الآن سوف أترك الكتابة أو التيشيرت وأظن أن هذا أفضل، ثم سوف أختار الشكل المناسب. إذا سوف أختار هذا الشكل، أضغط عليه فأحصل على هذه النتيجة. الآن يمكنني أن أعدل، أضع السيدة، أقوم ب كنترول في وأضعها فوق الشكل. الآن سوف هنا أقوم أقوم بالتحديث إلى إلى آخر آخر خطوة خطوة وهي إلى إضافة أن النص. أصل إلى سوف أذهب النتيجة وأقوم المناسبة. باختيار Answer Text، أضغط على المكان الذي أريد، أقوم بكتابة النص الذي أريد وأقوم باختيار نوع الخط وحجم الخط وتغيير حتى الألوان، ثم أحصل على النتيجة النهائية. إذن طريقة سهلة، أختار الكتابة التي أريد، مثلا Make your own تيشيرت t-shirt، How to get started، كيف تبدأ. الآن سوف أقوم باختيار مثلا الفونت المناسب. إذا أحدد الكل وأذهب إلى هذا المكان وأقوم ب اختيار الفونت الذي سوف يتناسب مع الصورة المصغرة. إذا بعد ذلك أغير الحجم واللون إلى أن أحصل على النتيجة النهائية كما لاحظتم. أتمنى أن يكون الفيديو مفيد وأنكم قد استفدتم معي. الطريقة هي طريقة سهلة جدا والنتائج مفتوحة، يعني يمكنك أن تختار التوليفة المناسبة وتقوم بالتعديل عليها بطريقة سهلة سهلة جدا. أتمنى أن يعجبكم الفيديو وأن تكونوا قد استفدتم معي.
لا تنسوا أن تدعموني بإعجاب واشتراك وأن تفعلوا زر الجرس حتى يصلكم دائما الجديد مثل هذا، وأنا منفتح على التعليقات. إن كنتم تحتاجون أي شيء يمكنكم أن تسألوني في التعليقات، وسوف أقوم بإعداد فيديو عن أشياء مثل هذه خاصة بالصور المصغرة، كيفية إنشاء لوجويات، كيفية العمل على القناة في البانر أو أشياء مثل هذه، أيضا كيفية العمل على المونتاج في برامج كامتازيا أو البرامج السهلة وفي متناول الجميع. شكرا لكم جميعا.